إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم أيها المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحرب قرباخ الثانية الجامية في أذربيجان هي معركة حقيقية والأراضي التي تم تزميمها تعود ملك بحال أذربيجان بهذا العمل يريدون تخفيف شعبنا بهذه حرب صالحة ومستنيرة له تشن أرمينيا اليوم صراعا بدونيا ولا وحشية إذا سكت المدنيين بعد أن مناقض الحرب ولا علاقة لهم وبالأحداث العسكرية نظرا لأنهم لا يستطيعون تحكيم روح شعيب فقط بعد ما في ابتكار وتعازل المعلومات على العالم بأسره حول عبادته جامعته مزعومة زد الشيء الألماني أطلب منكم الانتباه إلى حقائق تدنيس زارتنا في الأراضي مهرومة فمساكن الذي يعود تخلوها إلى قرون من الزمان اليوم بمثوبة حظائر لخنازر المشيلة وهي إهانة مباشرة للعالم الإسلامي بأسره ألا يعلمون أن الله سريع في حسابه على الرغم من أننا أمة اليوم بداخل مظلومة مناطق في الحرب المستمرة إلا أنها حرب مستمرة قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إن الله لا يحب المعتدين يا أيها المسلمين أشكر لنا في صلاتكم واطلب نذرا مباركا لنا حفظ الله المسلمين النصر لنا كرباخ أذربيجان